بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعظم السلطان وعم نوال وربنا هدينا سواء السبيل واجعلنا من خير خلقك يا رحمن يا رحيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. يقول ربي في هذه الآية 17 من سورة النمل، سورة النحل لزبان The bees أو the bee، كل حد كيفاش يسميها. المفيد: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. إذا كان الوضوح هذا التام اللي فما معناه قطيعة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. الخالق صفاته حددها مولانا سبحانه وتعالى، وصفات المخلوقين حددها الله كذلك. لكن المصيبة اللي موجودين مخلوقين لا شك في أنهم خلقوا من أدنى الله سبحانه وتعالى، أصبحوا خالقين، يخلقوا الإيديولوجيا، يخلقوا الأحزاب، يخلقوا الأنظمة، يخلقوا البرامج، يعني كل شيء. عندكم حتى هذوكم اللي قالك لي زارتيست، هاكم حدث ولا حرج إلا من رحم ربنا. أغلبهم في الكبرياء، عمي وصم ملا لا يعقلون، هاكم لا يعقلون. ما قالك مني أنا، مني تقرا، مني تضحك، مني تفرد على قلبك. هؤلاء حان نصحوهم كالقرآن أهل الرحمن، نصحوهم برا عروا روحكم على الطب القرآنيين. انتم ضارب فيكم ابليس ضربه والعياذ بالله، وسترون الام هذه الضربه بعد حين، بعد ما تجي النشوه تمتعوا بها. وبعد نقول لكم اهلا وسهلا، صح النوم. بالله العظيم اذا ما جو واحد منكم اذا كان موقفش التيار نتاع الهروب ودي عمل ليس فيه، ما سنرى فيه ايات الله كلها ولا بعضها. نسال الله السلامه. وظلي فهمتوني، ما تقولوا أنتم تعرفوا تفهموا منيح، هيا حاولوا افهموني، تسلموا مما أنتم فيه من هذيانات وذؤات دي ديلير دي بسيكوز ولا سكوزات وزاد دي كا باتولوجيك كرابيني. والسلام.